يعني معنى ذلك ان هو استطاع بالفعل ان يجذبني من قتال الايه. هنا له ادواته. كل اللي قلناه ده تعتبر من هذه الادوات. ناتي الى الجزئيه الخاصه بالسلبيات اللي اتكلمنا عنها. قلنا اولا فكره ورغم ذلك بمناسبه دي ولايه نظر يعني ممكن نقولها ولد الضد. فكره المواقف الجنسيه اللي موجوده لم يترك مكان الخيال كان صادم. والصفه دي قلنا ليها ايجابيتين يعني ليها ايجابيتين. الايجابيه الاولى عدم جنوحك بالخيال لان ده مجال للشيطان يدخل يوهملك ويصعب لك ويضخملك في الموقف. لا هو حجمه. الحاجه الثانيه وصف مواقف جنسيه صارخه بصوره مقززه. صدمني منها. يعني كلنا يعني نقدر نقول قرفنا من العمليه دي رغم انها مشوقه وجاذبه ومثيره عند الاخرين. اذا هذا الرجل والنقطه بالمناسبه شباب دي مخضره انا بشكره عليها. مفيش مخلوق يتكلم عن المساله دي عن العلاقة الجنسية إلا لما بيكون الشيطان قاعد قدامه ويحاول إنه يحلي ويجمل ويبرر ده هو إزاي جات له القدرة إنه يكتب لي كلام يقرفني منها. نقطة مهمة أوي. وحكي إنه كان بيتكلم بألفاظ صادمة. صادمة بمعنى صادمة. بس ده كان مخلوق. ومش هتلاقوها ابدا عند انسان اخر، انا بقول الامانه يعني. بحكم قراءاتي لم اجد انسان استطاع ان يكتب مواقف جنسيه مقززه قد الروايه. اذا لو دي كانت من السلبيات الروائيه لان انا من حقي كقارئ او كطلاب استمتع يا اخي. حتى ولو بالقرايه. لا. الدليل على التليجرام انها مقززه خلينا نراها كلها وشوقني ليها وخلينا امسكها من البدايه للنهايه. اذا الرجل اجاد. ادوات الاجاده عندنا كثيره مهما نتكلم هنلاقي اشياء بالمعرفه. عارف ان انا احرق جميع المواطن لان المفروض ان كل طالب منكم هيكتب لي مجموعه اوراق لتحرير هذه النص اللي احنا عملناه. وطبعا اقول من الان كل من سياتي بوجهه نظر مخالفه لما يقيل بصوره مقنعه فسياخذ اعلى درجه. يعني كل ما سيكتب بخلاف النقيل ده معناه انك اجتهدت عقليا وفكريا واتيت بشيء لم يخطر على بالنا الان. والنقطه في غايه اهميه. وبالتالي انا هحاول اساعدكم في عمل السنه بان انا اعطيتكم الايميل. من حق كل طالب ان يطرح عليه اسئله مع براحته. انا بقرا بعنايه وانتم فاهمين. حذاري من ان طالب يسطر على افكار الاخر. يعني اتمنى ان كل طالب يحاول يبتكر من نفسه عشان اقدر اتعامل معاه. وبالتالي أنا اتفقت مع آداب وأتفق معاكم من الآن. في حد إلى الآن ما بيدخلش يشوف صفحة الفيسبوك بتاعتكم؟ لا اللي كده يرفع إيده عشان أعرفه. طب أنا سألت ليه؟ حد عنده إجابة؟ ما احنا اتفقنا كده ما عنديش دي مش حكة. ده بجنيه في أي سايبر يعني اشمعنى لما شفت النتائج روح شفتها فين في التلاجة؟ شباب كلام شفت نتيجه بقى فين؟ ايه؟ يا صاحبي جمال صاحبك هو اللي حطنا في الموضوع. شباب انا بس بقول ان الكلمه دي او انا قلتها لكم بالحق. كما قلت يا شباب جريمه ان تكوني في كليه التربيه وجريمه اكبر من انشغالك في التدريس وجريمه اقصى
انك تكوني طبعه الراجل وعمرك ما دخلتي ندخل نك اكررها تاني ندخل نك ادخل اليوتيوب واتفرج على افلام ولا هنزل اغاني شباب نقطه في غايه الاهميه ايضا حتى الان ما تقدرش تبعت ملف في فيسبوك بقت جريمه انا عملت اللي عليا انا بحاول ان انا اطور منكم كل الصورة وبالتالي انا هعمل شيء هتشكروني عليه بس بعد التخرج قبل التخرج هتدعوا عليا بشويه ايه الشيء لن اقبل اعمال السنه ورقيا ابدا هنكتبه يعني هتكتبي موضوعك على ملف فوق فوق اسمك وفرقتك وكل حاجه ملف الفيسبوك انتوا موجودين فيه بتدوسي عليا رساله قوية رساله وتروح حاطه ملف فور ما تعملش كوبي وبيست ملف فور ترفخي في رساله فيسبوك انت بتوصي واللي هيجيني هرد عليه الدليل ده بقى عشان احنا عندنا ده اكتر من ميزه الميزه الاولى انك تعرفت عليه والميزه الثانيه دخلت صفحه وصفحه ده عملنا عليها مراجعه ما تنساش فالمراجعه كانت مفيده جدا ليكم واظن متهيألي والله اعلم معظم الناس اللي نجحت في رياضه الدرجات كويسه الناس اللي رجعت معايا من امتحان بيومين. ايه نسيتوا؟ كلهم رجعت خلاص بلاش نراجع. المهم يا شباب لما دخلت ليه؟ دخلت صفحه وعرفت فيها ايه؟ بعتي لي رساله تيجي في يوم من الايام تقول لي دكتور انا ما عملتش اعمال سنه ولا بتاع الرسائل ما بتمسحش موجوده تعالى اوريك يا مكتبه ولا عندي كل اللي موجود وبرد عليك او على الاقل برد وخلاص لان هتيجي في يوم من الايام تحاسبيني تقول لي دكتور انا بعتها لك انت طبعا كل سنه عليا تاريخ اظلمها وصحتها وايه؟ ما تقوليش بقى اديتها لفلان ولا العلاج انا يا دكتور نعم كل رساله بعد حضرتك هحاول طبعا ارد عليها على طول. يعني المسألة هفتحها فيها ده بتاعت مين اللي وصلتني رسالة. خلاص. برضه هنا هنرجع ونقول نقطة مهمة. كل ملف برسالة. انتبهوا. يعني مفيش حد لو حاطط ملف فيه خمسة ستة. أو تاني ولا واحد. ها؟ طيب برضه نمسك العصايه من النص مين اللي عاوز يديني ورقيا انا موافق شباب مين اللي موافق يديني الكترونيا اللي هيديني ورقي الاسبوع القادم طبعا انا كنت في مؤتمر مش هيبقى مناسبه احنا بقينا الاسبوع القادم فالاسبوع بعد القادم هتكون اخر محاضره. ان شاء الله. ايه يوم كام؟ 22 اخر محاضره. هستلم فيها الورق. الالكتروني هنديله اسبوع قبل ذلك. اشمعنى بقى؟ ما احنا اتفقنا كل شيء بجبل. ماشي يا عاوز ورقي بسرعه. لا. الدرجات مالهاش علاقه دي او دي. يا شباب المحاضرة بعد القادمة هاخد تحليل كامل هذه الرواية بالاسلوب التحليل اللي اتكلمنا عنه مميزات وعيوب وصراع واكتب كما يحمي لك عندك ما حدش قال لي احنا عملنا كل شيء احاول ان التسجيل ده يجي نصوره ينزله على الموقع يبقى شيء جيد عشان ترجع عشان احنا اتكلمنا فيه ايه؟ عندك ايميل على الجابر تقدر تراسله كان رايح لك وقتها ما عندكش عندي اي حاجه بعد كده. نعم. دكتور بعد اذنك احنا مثلا في التحليل مثلا تحليل العنوان قلنا دي جدول وجهه نظر.
ممكن نكتبهم كلهم وبعد كده اكتب وجهه نظري انا شخصيه؟ لا ولا هي وجهه نظر شخصيه بس. يفضل تكون وجهه نظر وده في عدل عشان بس ما يبقاش مساله ايه كشكول. لا انا عارف انك انت متمني هذه وجهه نظر انا موافق عليها. Thank you.